في الصوم أشهدنا ضياء الأنوار، جعنا فأطعمنا اليقين، جعنا فأطعمنا اليقين. واسق الجميع محبة الغفار، في الصوم قد تبنى تقبل توبة. استعداد القلب وده الأساس للفتوحات. انزع ونزعنا ما في صدورهم من غل. نبدأ الشهر بالعفو والصفح لجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلة الأرحام، ومودة ذوي القربى، والاطمئنان على كل ذي بال عندنا، وخاصة أن الله سهل لنا علينا هذا الأمر. وأصبح أنت وأنت قاعد زي ما أنت كده في نص ساعة تقدر تطمن على الأهل جميعا. ايه المشكلة بقى حالا؟ يعني ايه العذر لنا عند الله عز وجل؟ يا فلان ازيك، اخبارك ايه، كل سنة وانت طيب. ده في اسهل من كده، انت ممكن تيجي في اول الشهر ده وتعمل رسالة سنة واحدة، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات. اطرح راسس كل الأرقام اللي عندك وبعتها رسالة واحدة. مش ينفع الكلام ده ولا ايه؟ توصل للكل في ايه؟ في لحظة. ان كان عندك انت بقى المشتركين معك 5000 دي الحد الأقصى، ولا 4000، ولا 2، ولا أقل ولا أكثر، كلهم، يبقى انت واصلت الكل في شهر المواصلة وشهر تبادل المودة والرحمة مع المؤمنين والمؤمنات. جهزت القلب ونزعت ما فيه أم لا بما يحبه الله، الإيمان والحكمة وتلاوة القرآن وتدبره وتفهم معانيه، فنجعل وقتنا في رمضان في حاجة من اثنين. ليس للمؤمن وقت ثالث، المؤمن في رمضان بل وفي غيره، لكن أنا بقول لكم انتوا في رمضان بس، لكن المؤمن في رمضان وفي غيره وقته بين أمرين، إما عمل نافع له ولأهله في الدنيا، وإما عمل رافع له عند ربه في الدار الآخر. بس في وقت ثالث للمؤمن غير دول؟ يعني من الاثنين هم دول. فإذا فرغت من عمل أهلك ونفسك إلى ربك إيه؟ فانصب، يعني قم بقى لله وإلى ربك إيه؟ فارغب. لكن ما عندوش وقت لله ولا للعب ولا للتساري. ولذلك احنا نحرم ونجرم على اخواننا ما يسمى بتسالي الصيام. يقعدوا بعد العصر ايه، عاوزين ننتظر المغرب، تعالوا نلعب دور طاولة، تعالوا نلعب دور دومينو، في الفلاحين تعالوا نلعب مع بعض السيجة لحد ما يجي المغرب. طب وده استغلال الصيام كما يحب الله ويرضى؟ ده الوقت اللي بين العصر والمغرب بتبقى الروح أرقى وأسمى، هو الوقت المطلوب لتدبر وتلاوة القرآن في مناجاة مع حضرة الرحمن عز وجل. طبعا المؤمن ما عندوش وقت للقيل والقال، لأنه عارف أن الغيبة هتفطر الصائم، والقيل والقال لا بد فيه من غيبة، من نميمة، من كلمة جافية، من كلمة نابية، من كلمة لاغية،
فمش فاضل القيل والقال إلا إذا كان قال رسول الله، قال صحابة رسول الله، قال الصالحين من عباد الله، قال الله، ده القيل والقال بتاعنا احنا. لكن قال فلان وعلان، احنا فاضلين الكلام ده اخواننا في رمضان بناخد اجازة تامة من القيل والقال مع الخلق، الا اذا كان شيء يتعلق بالحق وبدين الصدق وبسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اظن يعني انتم لستم في حاجة الى ان اكرر لكم انه يحرم علينا مشاهدة ما يسمى بمسلسلات رمضان. لا فائدة ترجى منها أبدا، بل ضررها أكثر من نفعها. عملوا إحصائية العام الماضي فوجدوا مسلسلات رمضان كلها كانت تؤدي إلى الإدمان وساعدت على انتشار الإدمان. الإحصائية دي لسه جاية النهاردة، حتى اللي يشوف جرايد النهاردة موجودة فيه حسين هذا جلس. كل المسلسلات كان فيها مشاهد للإدمان. طب ولادنا يشوفوا الحاجات دي ليه؟ وإيه اللي يعرفهم الإدمان؟ ويجي يسألني الإدمان يعني إيه؟ ويعني بيعملوا إيه دول؟ وبيسووا كده ليه؟ في هذه المسلسلات اللي بتتناول الشخصيات الإسلامية، الصحابة الأتقياء، آل البيت الأطهار، العلماء الأخير، فين هي دي؟ موجودة؟ يبقى نمنع. أما يوجد المنتجون مثل هذا نفتح، ماشي، نعلم ولادنا القيم، المسلسلات التي تعلمهم القيم، لكن المسلسلات التي تذبح القيم وتهدم الأصول وتؤدي إلى المروق عن دين الله والإفساد في الأرض، منا ومالها إخواننا. بس هي طبعا عاوزة إحنا مع أولادنا بطريقة حكيمة لطيفة لا تؤدي إلى نفورهم منها. كتير من إخواننا يعمل نفسه في اليوم ده بقى أنباشة في البيت عشان على العيال هيكرهوا، ويبقى هيقطع الصلة بينه وبينه. لا، هي عاوزة بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. ناخدهم معانا، أحسن علاج ناخدهم معانا. أنا رايح الجامع، تعالى معاي، يلا في مصلى الحريم، يلا يا بنتي على مصلى الحريم، صلي معاهم العشاء وصلي معاهم القيام، يتدربوا زي ما احنا اتدربنا واحنا صغار، وتدرب آبائنا وأمهاتنا، ناخدهم معانا في هذا الايه المجال. يبقى المسلسلات يا اخوانا دي ملناش دعوة بها، لا من قليل ولا كثير. لا يجب على المؤمن كذلك اثناء حديثه في عمله، في طريقه، في مركبة، ان يتناقش مع احد في شأن مسألة في الصيام والآخر يأخذ رأيا متشددا ويصر عليه. أنا بنتكلمش مع المتشددين ولا نفتح المجال لهم حتى لا نسير من حولنا، لأن دول بيسيئوا للإسلام إساءة بالغة. الدين كما قال فيه صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يعني أنا شايف حاله الفتوى اللي نزعتها النهاردة بتاع دار الإفتاء في الخطبة الثانية عن إفطار الطلاب الممتحنين في أيام الامتحان إذا أحس أنه لم يستطيع أن يركز. الجماعة المتشددين أملين عايمين عليها بحملة شعواء وكأن دار الإفتاء تدعو إلى منكر والعياذ بالله عز وجل، مع أن ده من الشريعة المطهرة، ده جهاد. طالب العلم فين؟
حديث في سبيل الله، يبقى جهاده حتى يركع. هو في الجهاد حس ان خلاص اغلق عليه، اليوم طويل. يعني على سبيل المثال اول يوم في الثانوية العامة يوم الايه الحد، امتحان لحد الساعة كام؟ 2:30. حد الساعة 2:30. طب الساعة 2:30 الفترة من 12 ل2:30 دي في الجو اللي احنا شايفينه دي، هي اللي كان فيها تكييف فيها مراوح، العقل بتاعه هيجمع ايه؟ فما دام هو اذا كان هو ادرى بنفسه بقى، ما بنقولش الكل يفطر بس معاك رخصة، اذا كان هو مش هيقدر يجمع المعلومات اباحت له الشريعة الغراء انه في اليوم ده يعمل ايه؟ يفطر عشان يقدر يجاوب، بس بنعرفه انه لازم يعيد هذا اليوم بعد ذلك ان شاء الله. لكن يوم قبله ما عندوش فيه امتحان هيفطر ليه؟ يوم بعده ما عندوش امتحان هيفطر ليه؟ وبيفطر في يوم ايه؟ امتحان فقط. اذا حس بذلك، حس انه هو طبيعي وان الصيام لن يؤثر عليه، يبقى يفطر ليه؟ ده يبقى وان تصوموا ايه؟ خير لك، بيقعد بقى هنا بالخيرية. فدي رخصة عشان الضعفاء. ولا نستطيع أن نعمم أمرا شرعيا لا ينطبق إلا على الأقوياء. ينفع هذا الأمر الشرعي؟ لا، لازم نراعي الضعفاء في هذا الأمر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن شايف إخواننا المتشددين هداهم الله بيشددوا على الأمة تشديد بالغ جدا في أيام شهر رمضان، وده ليس في دين الإسلام، لأن الإسلام دين اليسر. فإحنا الكلام مع المتشددين في رمضان هيؤدي إلى الجدال، وإحنا منهيين عن الجدال، وهيؤدي إلى إثارة فتنة في الحديث مع الحاضرين، إحنا مش محتاجينها، عاوزين نجمع شمل إيه؟ المسلمين. إما نتحدث فيما اتفق عليه وفيما ليس فيه خلاف، ونؤجل الكلام فيما فيه خلاف ونحيله للمتخصصين. عاوز يتكلم في موضوع زي دي اقول له والله انا لا علم على قدي، انت تروح بقى واحد امام كبير، امام الجامع الازهر، امام السيدة زينب، امام الحسين، دار الافتاء، وهم يتكلموا معك في الموضوع ده لان معلومات على قدي فيه، وريح دماغي ما سيرش مثل هذه المواضيع. انا بتكلم ليه؟ لان احنا في الاعمال بيبقى دايما الجلوس في الاعمال كله مناقشات في هذه الامور وفي جدال. لا، احنا الشغالين ده شهر الصفاء، افرش يا اخوات اتفضل النار، واحنا عاوزين نبقى كلنا فيه، نبقى فيه صفاء ونقاء. عسى الله عز وجل ان ينظر علينا فيمنحنا النور والضياء والجمال والبهاء والقرب من سيد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. هم أشهدوني نورهم بعيوني وبفضلهم أحسانهم منحوني.